اليوم رانا متواجدين في بلدية والتاغية ولاية معسكر بصحبة النجوم الرياضية المعروفة والشخصيات الرياضية المعروفة ونجوم كرة القدم الجزائرية سي الخضر بلومي رضوان بالزرقاء وكسيرة سيد أحمد رئيس جمعية قدماء غالي معسكر والجمع الغفير والناس المحبوبين هنا والشخصيات الفاضلة والناس المحترمين تاع بلدية والتاغية. من الواجب باش نكونوا اليوم حاضرين باش نعزوا ونكونوا متضامنين نعزوا وكذلك مع عائلة بن حبارة صالح التلميذ اللي توفى منذ شهر بعد حادثة سيارة هو والجدة تاعو وإن شاء الله نتمنوا الشفاء للابن اللي راه في مرحلة خطرة. للتذكير فإن التلميذ بن حبارة صالح قبل الحادثة أدى شهادة الباكالوريا وكان الأمل تاع العائلة باش يفرحوا به. يعني النتيجة تاع الباكالوريا 10 أيام كي غادرنا هذا المرحوم تلقت العائلة خبر آخر بمعدل 14 وتقدير جيد جيد في شعبة العلوم وهذا مما يعني يزيد من الفخر تاع العائلة وهذا قضاء وقدر للوفاة تاع هذا الطالب بن حبارة صالح اللي يشهد عليه الجميع حنا بالسلوك الحسنة ويشهد الجميع أنه مطيع للأولياء تاعو يشهد الجميع أنه يعني محبوب هنا في بلدية والتاغية. احنا من الواجب تاعنا اليوم باش نكونوا حاضرين معكم ونتضامنوا معكم ويعني كذلك باش نكرموا هذا العائلة بشهادة استحقاق وميداليات وكذلك هدية بالإضافة إلى عمرة إلى البقاع المقدسة هو والزوجة إن شاء الله بعد وباء كورونا وهذا أقل شيء ممكن تقدمه العائلة يجعله من شباب أهل الجنة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبدي له دار خير من داره وأهلا خير من أهله وبيتا خير من بيته ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله بجوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نسأل الله سبحانه وتعالى هذا القرآن اللي كان يقرأه أن يكون له مؤنسه في القبر إلى يوم القيامة. احتراف تقدم للعائلة من طرف جمعية راديوز وقدماء اللاعبين. تفضل الوالد. قعد الخضر شد شو قعد قعد شد وهذه كذلك ميدالية بمناسبة النجاح تاع الابن وندعو له بالرحمة والتقدير للوالد على يعني المجهود اللي داره باش يحافظ على يعني المعنويه تاع العائله ونتمنوا له وهذه بهذه سي بلومي ليه عطيها الوالد في زوج الله يحفظه والله يرحمه ويوسع عليه شدوا تيجا. كذلك شهاده شرفيه تهدى من طرف سي سعيد والعائله. تفضلوا انتم زوج عدوها العائله يعني على الله. شوفوا شوفوا منا شوفوا منا شوفوا منا عطوها لها عطوها لها سعيد عطوها لها انتم زوج هيا الله يرحمها ويسعدها. وهذه كذلك هذه الابن هذه مساعدة يعني هنا ممكن تساعدوا بها اسم جمعية راديوز والعائلة كاش انا ما ديروا يعني مساعده للمسجد ولا ديروا حاجه تاع ترحم عليه ولا اي تظاهره يعني علميه للتذكير بمحاسن واخلاق الرجل. تفضل هذه لها بالزرقاء دونك نعطيك ميدالية. الله يرحمه ويوسع عليه خويا بارك الله فيك ربي يصبرك ان شاء الله. هذه كذلك يعني هذا الابن هذا الابن كان حاضر في الحادثه ويعني نتمنوا الشفاء للاخ الصغير وهذا اللي كان حدث وهذا اللي يسلك بقدرة الله وإن شاء الله يا ربي تكون خليفتك على صالح إن شاء الله تكون خليفتك على صالح ولدي. هيا هاك هاك ولدي إن شاء الله هاك ولدي تستاهل تستاهل كل خير ولدي. هيا هيا وهذه كذلك هذه كذلك نهدوها للعائلة كذلك
اي قرا حتى اعطي الشهاده البدها انت الولد البدها انت الولد شدها كيما هاك شدها كيما هاك وخرج ودي معليش طلعك الخطه شويه هيا روح هيا خليك شويه مشكورين ان شاء الله. الرحيم الحمد لله حمدا طيبا كثيرا وفي نعمه نحمده سبحانه وتعالى على ان من علينا بهذه الحياه وبنعمه الاسلام وبعد ونحمده كذلك على ان من علينا بهذا الاحباب والاصدقاء الذين هم واقفون بجانبنا في كل لحظه في الفرح وفي الحزن. نحمده سبحانه وتعالى ونصلي ونسلم على سيد الخلق محمد أجمع عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. أما بعد، يوم ظهور نتائج كان يوم ممزوج، قلت تقريبا أنه أعاد إحياء الفاجعة، لأنها اليوم الذي ظهرت فيه النتائج وكأنها جنازة جديدة علينا، لأن كل الناس ثاني كذلك الحمد لله هم بنواياهم أنهم جاءوا ليواسونا، وهذا الحادث لا يحس به إلا من يمر به، إلا من يمر به هم جاءوا يواسونا، ولكننا احنا حسنا وكأن جنازة أقيمت من جديد، والحمد لله فضل ونعمة من الله سبحانه وتعالى. فبادئ للبدء نشكر رئيس جمعية راديوز على هذه المبادرة التي قام بها، كما نشكر الإخوة اللي جاءوا معه أهل رجال الرياضة مثل الأخضر بلومي وبن زرقا والسيد أحمد في بيت المرحوم صالح، يعني هو من ولايتنا معسكر، طبعا جينا زرنا بنزوره شو المكتوب تاعه بنزوره في الباك تاعه لا ريشي تاع الباك تاع جينا نعزو أبيه وشو المرحوم على كل واحد كل هذا الصوالح كما قال الأب تاعه مكتوب تاع ربي، وإن شاء الله نتمنوا الولد الصغير فاني اللي يسلك إن شاء الله من الأكسيدون هذاك إن شاء الله يخلطه ويولي بطل إن شاء الله. شكرا لما مشرفين بهم ضيافة وحضروا عنا اليوم، جات البركة وجاوا معهم بركة ومرحبا بهم أهلا وسهلا.